اهلا بحضراتكم من جديد، وكالعاده هنبدا معاكم باغلفه الصحف العالميه وهنشوف ايه ابرز الكلام والتصريحات اللي جه بعد اسبوع ساخن جدا من لقاءات في دوري الابطال وايضا في اليوروبا ليج. ونبدا من الصحف الانجليزيه، وابو الصحيفه هي التليجراف، نشوف كاتبين ايه. تليجراف كاتبه في العنوان: المدفعجيه يقتربون من القاع. طبعا كلام على مباراة أرسنال وران، واللي انتهت بخسارة أرسنال 3-1 في مباراة أعتقد كانت مفاجأة بالنسبة لكل جمهور أرسنال اللي بيتمنى أن هو يكون موجود في موقعة جيدة للموسم الحالي. سولشاير متأكد أنه سيصبح مدرب اليونايتد. لوكاكو ولوكتشو يقودون نداء إبقاء النرويجي سولشاير المدير الفني المؤقت لفريق مانشستر يونايتد على العارضة الفنية للنادي بعد معجزة باريس سان جيرمان. نروح للديلي ستار. صفقة اليونايتد الرائعة. طبعا صفقة اليونايتد هي أولي سولشاير. سولشاير سيتولى زمام الأمور بنصف ما كان يتقاضاه مورينيو. البطاقة الحمراء تصدم المدفعجية في مباراة رن. عارفين طبعا أن مباراة أرسنال ورن انتهت 3-1 وكان في كارت اصفر لسقراطس في الدقيقه 41 ودي قلبت الموازين في المباراه. طبعا الصراع او سيتي يصطدم بتهديد الحظر الاوروبي بعد مخالفه سياسه اللعب المالي النظيف. الجارديان الانجليزيه: تهديدات دوري الابطال، اليويفا يشن حمله في حق السيتي بعد مزاعم كسر قواعد اللعب المالي النظيف، اللي هو يعني كده بلغه الكوره تعاقد مع لعيبه تحت 18 سنه يعني بعدم وجود احقيه قانونيه في التوقيع مع اللعيبه. واليونايتد يذهبون لسولشاير، ابطال باريس يطالبون بحصول سولشاير على الوظيفه الدائمه. اما في الدوري الاوروبي تشيلسي استمتعوا بلقاء كييف بعد انفجار ارسنال داخليا امام رن. عناوين عندهم قويه جدا. التايمز الانجليزيه: اولي سولشاير يستعد بان يتولى زمام الامور في اليونايتد رسميا بصفته مدير فني دائم. ارسنال بعشر لاعبين ينهار في رن. النوادي يطالبون باتخاذ القرارات في حق مانشستر سيتي. نروح للديلي ميل. الإطاحة بأرسنال من قبل رين، وأولي سولشاير هو الراجل المناسب لمانشستر يونايتد. والسيتي يواجه الحظر الأوروبي بعد اتهامات كسر القواعد اللعب المالي النظيف. الميرور الإنجليزية: نصف الراتب وضعفه في التدريب. بيتكلم على أن مورينيو كان بياخد نصف الراتب اللي هياخده أولي سولشاير وما عملش نص الإمكانيات أو نص الإنجازات اللي حققها سولشاير في الفترة القصيرة اللي كان موجود فيها. سولشاير يستعد لكي يتم العرض عليه نصف مكان يتقاضاه مورينيو. وبوتشتينيو المدير الفني لتوتنهام ساعده الاتحاد والكرة الإنجليزية وتم حظره. مخاوف السيتي من الحظر الأوروبي بعد حملة اليويفا وجولة تشيلسي الدنماركية. تتخطى الدينامو الضعيف. تشيلسي فاز على دينامو كييف بالمناسبه 3-0 على ملعبه في ستانفورد بريدج. وطرد سقراطس في مباراه ارسنال ورين اشعل عوده ترين. نروح لاسبانيا ونبدا مع حضراتكم في اسبانيا بالموندو ديبورتيفو ونشوف كاتبه ايه. البارسا يعطي الاولويه للتعاقد مع دي ليخت. دي ليخت هو مدافع نادي اياكس امستردام اللي تالق في مباراه ريال مدريد الاخيره، وبالتالي البارسا بيحاول ان هو يدعم في مركز قلب الدفاع وبيبدا ان هو يحط انظاره على دي ليخت كاولويه للتعاقد بدايه من الموسم القادم. النادي يعتبر دي ليخت كتعاقد استراتيجي وسيحارب من اجل جلب المدافع الذي يريد الاستمرار بجانب دي يونغ. ماركا الاسبانيه: المعركه الكبيره. بيريز قام بتوبيخ اللاعبين. نركز كويس قوي علشان هنا الخبر اللي اتكلمت عليه في الانترو وقلت حصلت مشاده ما بين فلورنتينو بيريز ولاعبي فريق ريال مدريد، الى ان سيرجيو راموس تدخل وبدا ان يكون في كلام كبير جدا وتم نقله لوسائل الاعلام ووسائل الصحافه بالشكل اللي حضراتكم هتسمعوه حالا دلوقتي. بيريز قام بتوبيخ اللاعبين عقب مباراه اياكس امستردام، والقائد راموس قام بلوم الرئيس على التخطيط السيء في الصيف الماضي وسيتم إقالة سولاري. سبورت الأسبانية:
عنوانت أزمة في مدريد. طبعا يوجد أزمة بين أسوار ريال مدريد، بين القائد سيرجيو راموس والرئيس فلورنتينو بيريز، وميسي يعود مرة أخرى لمنتخب الأرجنتين. سوبر ديبورتي الأسبانية كتب العنوان الكبير المغفرة، فالنسيا لم يقتل المباراة ضد كراسودار بعد هدفين واستقبل هدف. طبعا فالنسيا 2-1 نتيجة غير مطمئنة بالمرة في الدوري الأوروبي. نروح لجريدة أس الأسبانية، مشادة ما بين فلورنتينو بيريز وسيرجيو راموس، وبيريز قال لراموس ارحل، راموس رد عليه وقال حسنا ادفع ليا مرتبي اللي باقي وانا هرحل بداية من الموسم القادم. ده على كلام أس الأسبانية. سولاري يخوض مباراة بلد الوليد بإطلاق سراح مؤقت. إيطاليا، ونشوف إيه اللي بيحصل في إيطاليا. نروح لتوتو سبورت الإيطالية، كتب عنوان يوفنتوس الجديد. المدرب ريال مدريد يريد أليجري الذي يتناول العشاء مع أنيلي ويؤجل القرار إلى يونيو، والبدائل زيدان وكونتي وديشامب. الدفاع الضغط على دي ليخت وروبن دياس، وفي خط الوسط رامسي جاهز وواحد من بوجبا أو ندومبلي، ومراقبة لزانييلو وفيليكس. ده بالنسبة لليوفنتوس وكل الأسماء اللي عايزين يتعاقدوا معاها خلال الفترة القادمة. كوريري ديلي سبورت الإيطالية، لقد عاد بعد 8 سنوات رانييري يعود لقيادة روما. رانييري هيوقع حتى يونيو، حتى نهاية الموسم، ويجب أن يتأهل إلى دوري الأبطال. إذا صارت الأمور بشكل سيء يمكن أن يبقى مديراً. دي فرانشيسكو أقيل بعد تدريبات الأمس، وكذلك مونشي مدير الرياضي في نادي روما الذي تعرض للإهانة في البرتغال وممكن كمان يرحل. لاجازيتا ديل سبورت، إنتر يذهب، إيكاردي يعود، تعادل جيد مع فرانكفورت بدون أهداف، وبروزوفيتش أضع ركلة جزاء ثم جدار إنتر يحمل المباراة. لاوتارو سيغيب عن مباراة الإياب، وإيكاردي قد يتدرب مع الفريق اليوم. خلصنا إيطاليا، نروح لفرنسا ونشوف الإكيب الفرنسية كاتبة إيه. فريق رن الذي حقق فوزا كبيرا على أرسنال 3-1 في ذهاب دور 16 من الدوري الأوروبي، وكتبت رين إنه مدفع. طبعا كلام على إن الجانرز هم أرسنال المدافع الأساسية والرئيسية، لكن طبعا الإكيب استغلت اللقب الذي يطلق على أرسنال في حق فريق الفرنسي. طبعا الإكيب كتبت على أزمة بباريس سان جيرمان بعد الإقصاء من دوري الأبطال، ومؤكدة أن رئيس الفريق أو رئيس النادي يوجد في المراكز الأمامية اللازمة أو المراكز الأمامية للأزمة ولحل الأزمة. الصحف الألمانية وبيلد الألمانية طبعا عنوان كبير، أكبر عقد في تاريخ البونز ليجا، اقتراب شركة سيارات من إبرام صفقة رعاية نادي بايرن ميونخ مقابل 800 مليون يورو. الصحف يا جماعة يعني بنتكلم في أخبار مشتعلة جدا، بنتكلم في أخبار مهمة جدا وقوية جدا. شفنا أسبانيا وإنجلترا وإيطاليا وأيضا فرنسا وألمانيا، الأجواء مشتعلة. الدوريات في أوروبا ودوري الأبطال أشعل الدوريات وأشعل أزمات كبيرة جدا، حتى الدوري الأوروبي ونتائجه اللي هنقوله لحضراتكم من خلال الأول. هنبدأ معاكم بالدوري الإنجليزي وجدول الترتيب قبل ما نبدأ معاكم في جولة جديدة من دوريات الدوري الإنجليزي. نفكر حضراتكم بأهم 5 مراكز موجودين. المركز الأول مانشستر سيتي ب 71 نقطة، ليفربول في المركز الثاني ب 70 نقطة، أما فريق توتنهام هوتسبيرز في المركز الثالث ب 61 نقطة، مانشستر يونايتد في المركز الرابع ب 58 نقطة، أما أرسنال في المركز الخامس ب 57 نقطة. مواجهات الدوري الإنجليزي الجولة القادمة واللي هتبدأ إن شاء الله من بكرة السبت 9 مارس 2019، مانشستر سيتي أمام فريق واتفورد الساعة 7:30. أما لقاءات يوم الأحد، ليفربول وبرنلي الساعة 2، تشيلسي وولفرهامبتون أيضا يوم الأحد الساعة 4:05. أما أخيرا لقاءات يوم الأحد، أرسنال أمام فريق مانشستر يونايتد في قمة مباريات الدوري الإنجليزي.
هدافين الدوري الانجليزي، وبعد اللي حصل في الجوله الاخيره وبعد ما اجويرو سجل واوباميانج سجل، ترتيب اتغير وبقى سيرجيو اجويرو في المركز الاول ب 18 هدف، يليه محمد صلاح في المركز الثاني ب 17 هدف، وطبعا امريكا اوباميانج في المركز الثالث ب 16 هدف، اما هاري كين في المركز الرابع ب 16 هدف، وساديو ماني في المركز الخامس 14 هدف، ورحيم ستيرلينج في المركز السادس ب 12 هدف. الدوري الاسباني وترتيب الجدول بعد لقاء برشلونه وريال مدريد الاخير، وريال مدريد زي ما قلت لحضراتكم بيفقد كثير من النقاط وبيبتعد لفارق 12 نقطه. برشلونه في المركز الاول 60 نقطه، اتلتيكو مدريد 53 نقطه في المركز الثاني، وريال مدريد في المركز الثالث ب 48 نقطه، وختافي في المركز الرابع ب 42 نقطه، وديبورتيفو الافيش في المركز الخامس 40 نقطه. مواجهات الدوري الاسباني للجوله القادمه واللي هتبدا مع حضراتكم من بكره ان شاء الله في الساعه الخامسه والربع، اتلتيكو مدريد امام فريق ليجانيس، برشلونه امام فريق رايو فايكانو الساعه 7:30، ويوم الاحد اشبيليه امام ريال سوسيداد الساعه 7:30 يوم الاحد ان شاء الله، واخيرا بلد الوليد على ملعبه ضد فريق ريال مدريد الساعه 10:15 بتوقيت القاهره. هدافين الدوري الاسباني، ليونيل ميسي بيتربع على الصداره ب 25 هدف، لويس سواريز في المركز الثاني 16 هدف، وكريستيان ستواني لاعب جيرونا في المركز الثالث ب 13 هدف، اما انطوان جريزمان لاعب اتلتيكو مدريد 12 هدف في المركز الرابع، اما تشارلز دياز لاعب ايبار في المركز الخامس 12 هدف بيتساوى مع جريزمان، واخيرا وسام بن يدر لاعب اشبيليه في المركز السادس ب 12 هدف. الدوري الايطالي ويوفنتوس 72 هدف بعد الفوز على نادي نابولي 2-1 في المباراه الاخيره اللي كانت قويه جدا على ملعب نادي نابولي. نابولي في المركز الثاني 56 نقطه، طبعا الدوري واضح جدا ان هو اتحسم ليوفنتوس يعني من وجهه نظري، وميلان في المركز الثالث بعد الفوز طبعا وتاخر نادي انتر، ميلان بيستفيد بفوزه للصعود للمركز الثالث ب 48 نقطه، انتر ميلان في المركز الرابع 47 نقطة، وأخيرا روما في المركز الخامس ب 44 نقطة. نروح لأبرز المواجهات في الدوري الإيطالي للجولة القادمة واللي هتبدأ من النهاردة يوم الجمعة 8 مارس الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة، يوفنتوس أمام فريق أودينيزي. بكرة إن شاء الله السبت 9 مارس كييفو فيرونا مع الميلان الساعة 9:30. يوم الأحد انتر ميلان مع سبال الساعة 4، وساسولو أمام نابولي يوم الأحد الساعة 7. طبعا نروح لهدافين والقايمه في الدوري الايطالي، طبعا كواديريلا لاعب سامبادوريا في المركز الاول بيتساوى مع رونالدو ب 19 هدف لكل واحد منهم، طبعا كريستوف بياتيك لاعب ميلان في المركز الثالث ب 18 هدف، وزاباتا لاعب اتلانتا في المركز الرابع ب 16 هدف، وميليتش لاعب نابولي في المركز الخامس ب 14 هدف، وايموبيلي لاعب لاتسيو في المركز السادس ب 12 هدف. نروح بقى مع حضراتكم لأبرز الأخبار العالمية. هنبدأ معاكم وهنتكلم شوية بالتفصيل، لكن يعني قبل ما نروح طبعا للأخبار عايز أفكر حضراتكم بأبرز المواجهات أو أبرز النتائج اللي اتلعبت امبارح في الدوري الأوروبي سريعا. إنتر ميلان وفرانكفورت 0-0، تشيلسي بيفوز 3-0 على دينامو كييف، وأرسنال بيخسر من رين 3-1، وأشبيلية بيتعادل مع سيلفيا براغا.